السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول، المحور الثاني بعنوان علاقتي مع الآخرين، الموضوع الأول بعنوان أنا لست وحدي، والنص اللي هنتكلم عنه يا سنة رابعة النهاردة هو نص بعنوان للجميع. تعالوا بقى نقرأ النص يا سنة رابعة ونتعرف عنه الأول. أول حاجة النص بيقول إيه؟ النور للجميع والحب للجميع وأرض السمراء والخير والعطاء لابد أن يكون للجميع، ترابنا ذهب وعزمنا لهب، نبني به البلاد نواصل الجهاد، لوحدة العرب لأمة العرب. النور للجميع والحب للجميع، من زهرة بعينها لا يصنع الربيع، تساندي تساندي يا وحدة السواعد، غلالنا الخضراء والخير والعطاء لابد أن يكون للجميع. طالما نتعرف سنة رابعة على قائل النص، طالما نص يميس يبقى أكيد في شاعر هو اللي قائل النص. طيب أول حاجة قائل النص اسمه سليمان العيسى، يبقى قائل النص زي ما انتوا شايفين يا سنة رابعة اسمه ايه؟ سليمان العيسى. طب نتعرف على معلومات عنه. أول حاجة بيقول شاعر سوري الجنسية، يبقى مش مصري يميس، ده جنسيته ايه؟ سورية. ولد عام 1921 ميلاديا ودرس بدار المعلمين ببغداد، عمل مدرسا في مدارس حلب وموجها للغة العربية، له الكثير من الدواوين لشعر الأطفال، ورحل عن عمر يناهز 92 عاما. طيب أول جزئية معانا بيقول النور للجميع والحب للجميع. أول حاجة النور بمعنى الضياء وعكس النور الظلام. طيب الحب عكسه الكر. أرضنا السمراء والخير والعطاء لابد أن يكون للجميع، جمع أرضنا أراضينا، عكس العطاء المنع، عكس الخير الشر. طيب ننتقل يا سنة رابعة على شرح الأبيات. ننتقل بعد كده يا سنة رابعة عن أهم المفردات المرتبطة بأول جزئية اللي هي بتقول إيه؟ النور للجميع والحب للجميع. معنى النور الضياء وعكس النور الظلام. طيب الحب عكس الكر. طيب أول جزئية سنة رابعة يقول الشاعر سليمان العيسى في هذه الأبيات التي أمامنا واصفا جمال الأرض العربية إن النور والحب فيها متاح للجميع. لما يقول النور للجميع والحب للجميع يعني النور والحب فيها متاح للجميع. طيب وأرضنا السمراء والخير والعطاء لابد أن يكون للجميع. أول حاجة جمع أرضنا أراضينا، عكس العطاء المنع، عكس الخير الشر. الجزئية اللي بعد كده شرحها إيه؟ بيقول جميع المخلوقات فيها يجب أن تنعم بالخير والعطاء، جميع المخلوقات فيها يجب أن تنعم بالخير والعطاء، حيث أن أرضنا السمراء والخير والعطاء لابد أن يكون للجميع، يعني لجميع المخلوقات. طب لما نيجي نستخرج القافية اللي مرتبطة بالجزئية دي، طبعا حرفين القافية اللي هي توافق الكلمات في آخر الأبيات. ممتازين، أنا سامع الإجابة، هيبقى قدامنا يميس كمان كلمتين اللي هما خضراء وعطاء. أول سؤال متفوقين في تلك الجزئية سنة رابعة بيقول اختر نص للجميع، النص اللي أنا لسه إيه بنقرأ فيه، نوعه قصة أم شعر أم رسالة؟ ده سؤال. طيب سؤال آخر، أجب لمن تكون خيارات الوطن العربي؟ ركزوا كويس جدا يا سنة رابعة في الإجابة، وهننتظر طبعا منكم الإجابة. نكمل مع بعض يا سنة رابعة باقي النص. ترابنا ذهب وعزمنا لهب، نبني به البلاد نواصل الجهاد، لوحدة العرب لأمة العرب. أول حاجة زي ما متعودين بنبدأ نتعرف مع بعض على أهم المفردات اللي داخل النص. عزمنا أي إرادتنا، معنى عزمنا إرادتنا، جمعها إيه؟ عزائمنا، جمعها عزائمنا. المقصود بالجهاد يعني إيه نواصل الجهاد؟ الجهاد هو الكفاح، معنى جهاد الكفاح. أمة هم جماعة من الناس، معنى أمة إيه سنة رابعة؟ جماعة من الناس. لهب يعني إيه؟ قال لك ما يرتفع من النار، ما يرتفع إيه من النار. نواصل معناها نستمر، معنى نواصل نستمر، طب عكسها او مضاد ايه؟ نتوقف، يبقى عكس نواصل نتوقف. طيب ندخل على جزء شرح الابيات. ترابنا ذهب وعزمنا ذهب، اي تراب وطننا مصر غالي مثل الذهب، وده يدل على ايه؟ مكانه ايه؟ مصر طبعا. طيب وعزمنا لهب، اي عزيمه ابنائها وارادتهم مثل اللهب الذي يشعل حماسهم، وده يبنوا ايه؟ بلادهم ايه؟ مصر، ويوحدوا صفوف ايه؟ مصر وامتهم، ويجمعوا
ايه العرب تبقى أمة ايه واحدة ايه بكلمتهم. ده شرح ايه الأبيات. طيب نكمل مع بعض أهم مواطن الجمال عندنا زي ما متعودين التعبير المجازي في الأبيات زي ايه ترابنا ذهب وعزمنا لهب. طيب ندخل على الجزء الآخر كلمات بيكون لها نفس النهاية برافو عليكم ذهب ولهب. طيب وهنا بلاد والجهاد جميل. سؤال المتفوقين اللي عندي سنة رابعة اختر يدل التعبير ترابنا ذهب على ان ارض العرب ايه غالية ام صلبة ام صفراء. نركز كويس جدا في الاختيارات. السؤال الثاني تواصل الامم المتحدة المطالبة بحقوق الاطفال معنى تواصل ايه تستمر ام تؤيد ام تنادي. تستمر ام تؤيد ام ايه تنادي. نركز جدا في الاختيارات ومنتظر اجاباتكم في التعليقات يا سنة رابعة. الجزئية اللي بعد كده يا سنة رابعة هننتقل على باقي النص بيقول ايه النور للجميع والحب للجميع من زهرة بعينها لا يصنع الربيع تساندي تساندي يا وحدة السواعد. يعني ايه يميز بعينها اي المراد بها وحدها. طيب تساندي بمعنى تعاوني وعكسها تخلي عن. المقصود بالسواعد اي الايدي مفرد السواعد الساعد. طيب شرح الابيات المرتبطة بالجزئية دي سنة رابعة بيقول ايه لا يزال النور والحب في أمة العرب متاحا للجميع يعني لجميع المخلوقات. طيب من زهرة بعينها لا يصنع الربيع أي أن الربيع لا يكتمل جماله إلا بتفتح جميع أزهاره وليس بزهرة واحدة بعينها. طيب لذا يجب علينا أن نتعاون ونتحد من أجل تحقيق السعادة والوحدة لأمتي. عشان كده بيقول إيه تساندي تساندي يا وحدة السواعد. اخر جزئية بيقول ايه غلالنا الخضراء والخير والعطاء لابد ان يكون للجميع. يعني ايه يميز غلالنا. ننتقل بعد كده يا سنة رابعة على اخر جزئية معانا يميز في النص دي بتقول غلالنا الخضراء والخير والعطاء لابد ان يكون للجميع. ما معنى غلالنا اي محاصيلنا. طيب مفرد غلالنا غلتنا جمع الخضراء الخضراوات. طيب قبل ما ننتقل على كلمات لها نفس النهاية والجزئية المهمة اللي بنتناولها في آخر النص عايزين نعرف شرح آخر جزئية غلالنا الخضراء والخير والعطاء لابد أن يكون للجميع. المقصود بها سنة رابعة أي أن يكون الخير والعطاء والمحاصيل الخضراء لكل العرب أو لكل الأمم العربية أو للجميع. عشان كده بيفضل يقرر يقولي النور للجميع والحب للجميع أي أنه متاح لجميع المخلوقات. طيب كلمات لها نفس النهاية يعني نفس النهاية في الكلمة دي زيها زي الكلمة الأخرى هيبقى إيه خضراء وعطاء. طيب نخش على الجزئية الأخيرة آخر سؤال معانا يا سنة رابعة من أسئلة المتفوقين في هذا الدرس ونركز كويس جدا الحب قيمة تجمعنا. استخرج من هذه العبارة مضاد الكره ومفرد قيم ومضاد تفرقنا. تاني هنستخرج من العبارة اللي قدامنا اللي هي الحب قيمة تجمعنا مضاد الكره ومفرد قيم ومضاد تفرقنا. هننتظر منكم الإجابة واستنونا في شرح درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.